بدي أسألك عن حياتك، يعني حياتك مقسومة ما بين الثقافة اللبنانية والثقافة الأمريكية. مظبوط. احكي لنا عن هذا الميكس بين الثقافتين بحياتك اليومية. يعني أهلي لبنانية، وهو الحلم اللبناني إنه يكون عندنا باسبور أجنبي. بقى وقت كنا صغار هاجرنا، جبنا الباسبور، رجعنا على لبنان بالتسعينات. بقى طفولتي كانت بأمريكا، وعلى عمر 19 سنين رجعنا على لبنان، وثقافتي انقسمت بين اثنين. بس هيدي تجربة بحسها لبنانية عادي، يعني من وراء الحروب والدنيا وكذا، في كتير منا سافرنا ورجعنا. بقى المنيح فيها انه جمعت هالثقافتين، انه الستاند اب كوميدي كانت منيحة. لا اقدر جيب ستاند اب على المنطقة وتكون هي ستاند اب عربية أمريكانية، يعني بتزبط بالمنطقتين، يعني it helped. So ساعد هالشي. كيف بتحس الحياة بعد ما العيلة اللبنانية بتاخد الباسبورت؟ يعني بتتغير الحياة، خلص بحققوا هذا الهدف؟ لا بعدين بدغري على لبنان بعدين. يعني ماشي، يعني احنا ركض لمينا الباسبور على الطريق على المطار، يعني كنا عم نجيب الباسبور اللي لهم نحن أمريكان، thank you، كملنا على المطار جينا على لبنان. يعني ما كانوا مصدقين أهلي يرجعوا. تعرف العربي بس يترك بلاده بتضلن بلاده معه، يعني كنا احنا وبلبنان عم بيعلمونا عربي وعم ناكل اكل عربي. كنت روح على المدرسه معي باللانش بوكس تبعي بامريكا، اخذ معي لحم بعجين ومنقوش زعتر، يضحكوا علي الاولاد بعدين يدوقوا يصيروا يطلبوا من اهلهم. باي اهلهم يدقوا لهم لاهلي انه كيف شو هيدا الطبخه، how do you do the meat pies the time pies، ويعلمون يتعلموا. حبيت اسمها time pies. time pie time للزعتر، ما كانوا يعرفوا شو يقولوا للزعتر. والتوم وقتها كانت قصة كبيرة، علمناهم على التوم. ما بقى حدا ما كانوا يعرفوا قبل ابدا، عرفوه على ايدك. ايه بالثمانينات ما كان في شيء. طب نمر، انت حكيت انك عشت ما بين بيروت وما بين امريكا. كيف نحكي العيش ما بين او الانتقال ما بين بيروت وامريكا اثرت على نحكي الكوميديا اللي بتحكي او اسلوب الكوميديا اللي عم بتقدمه اليوم؟ هو بحس ان الكوميديا هو بيخلق الكوميديا، يعني النكت وهيك تخلق على بين الظروف الصعبه. يعني دائما النكته اللي بتضحك بتكون عم بيكون في حدا مرق بظرف صعب وعم تحكي عن هالشيء له بطريقه او اخرى. بقى تربيتي بامريكا وما جيتي على لبنان، ما كنت لبناني، يعني كنت امريكاني وقت رجعت على لبنان. ولبنان صدمه هائله لحدا امريكاني، لانه بتوصلي لا في اشارات سير، سيارات فوق بعض، وبعدنا راجعين كنا من الحرب وما في كهرباء على طول، ودائما في انه انفجارات واسرائيل وما بعرف. يعني عكس كنت بسان دييغو، كان يعني اكثر شيء اذا شو بعرف اني تفركشت هذا بكون اصعب شيء مرقت فيه، إن ولا كنت عم بركض وعبيت بالشجره، اكثر من هيك ما راح يصير. سو كان هيدا الصدمه هي اللي خلقت بين هالاثنين، البيس تبع امريكا والجنون تبع لبنان، خلقت لي كل شيء بعتقد بيعملني انترستينج ككوميدي. سو ما بعتقد لو كنت بامريكا وما اندعكت بلبنان كنت خرج حدا يحضرني صراحه، ما كان بيطلع معي شيء بضحك. سو صرت استخدم الاشياء اللي صارت معك بلبنان، انه كيف مثلا الازمه نحكي اشارات المرور صرت تستخدمها كنكت تحكيها بكل شيء. ايه زوارين، ما حدا بيدفع ضرائب بلبنان، اهلك بيضربوك بلبنان ما حدا بيقول لا. المدارس بيضربوا الاولاد ما حدا بيقول لا. يعني بلشت من هون، والتجربه الامريكيه والتجربه اللبنانيه اللي هي التجربه العربيه. الفرق بيناتهم في كتير اشياء كوميديين. بعدين صرت لقي انه كمان الفهم والعقل والتفكير العربي is much more يعني complicated, it's much more deep من التفكير الامريكاني. الامريكاني بيحكوا بس انجليزي، نحن بنحكي انجليزي وعربي وفرنساوي اذا كنت بلبنان، وعندنا العمله بنشتغل بالعمله الدولار، يعني كل شيء نحن متحوطين بشيء كتير اعمق من يلي هو موجود بامريكا. الامريكان بيقوموا على الشغل بيروحوا بيرجعوا من الشغل بناموا ثاني يوم روتين، نحن عندنا شيء اسمه روتين. يعني مالتي لايرد، يمكن مالتي لايرد. سو البرسبكتيف تبعنا، النطاق تبعنا، التحليل تبعنا اهم بكثير. مثقفين يمكن اكثر بكتير. العربيين مثقفين اكثر اكيد، عن اللغه عنا، التربيه عنا، كل شيء عنا. سو بتيجي بتاخذي مشاكل امريكيه، صرت مش بس انه استفدنا هون من التربيه الامريكيه، بس الامريكان استفادوا كثير من عيشتي بلبنان، لانه انا هلا
والتورز اللي كنت عاملهم بالشرق الاوسط، لانه هلا بامريكا بس اعمل كوميدي بعت البرسبكتيف العربي وعايزين هالبرسبكتيف، لانه البرسبكتيف الامريكاني كثير تعتير. كنا عم نحكي عن الصور النمطيه قبل الفاصل، ستيريوتايبس، وقديش مهم الفرد العربي وصناع المحتوى والكوميديين والفنانين عم ببلشوا يكسروا هاي الصور النمطيه والستيريوتايبس بالكوميدي شوز تحديدا تبعتك. اكثر من مره بنلاقي وصف لك انك يو بريك ستيريوتايبس، بتحب هذا الوصف وكيف هيك بتوظفه؟ انا مفتخر بالعربي بالكالتشر العربي تبعيتي، وبالنسبه لي انا شاب لبناني شاب عربي مع باسبور امريكاني، سو عندي بريفليج انه مش عايز اطلب فيزا اذا بدي اسافر وكذا، بستعمل هيدي البريفليج لاخذ الثقافه العربيه تبعيتي وفرجيها للعالم. انا رحت على امريكا بال2009 بلشت روح، بال2014 نقلت لعمل فول تايم هوني. كان السبب تبعي انه غير ال perception والstereotype عن العرب إنه إرهابيين وما بعرف شو، ما بيفهموا شيء هونيك. وقت عملت أول شو تايم سبيشال تبعي هونيك بال 2016 صورتها ببيروت وبهوليوود، وقسمت الجمهور بين اثنين بدون ما أقول إنه هيدا مصور بمحلين، لبست زيت التياب، جبنا دي أو بي ليعمل زيت التصوير وبلشنا الحفلة بالخطاب تبع جون إف كينيدي البريزيدنت الأمريكاني، ask not what your country can do for you but what you can do for your country، يلي هي مكتوبة من جبران خليل جبران، مش مكتوبة، أخدوها من خطاب هو كان عم بيحكي على ثورة كانت عم بتصير وقتها في مصر بقى، وكملتها وحطيت جبران خليل. وكان الشو بالآخر بعمل ريفيل إنه أنا بأمريكا وبلبنان عم بيتصور الشو، ما حدا كان يعرف الفرق، وكان هيدا أول حاجز بكسره إنه أنتم مفكرين العرب ما بيحكوا إنجليزي ما بيعرفوا، كلنا على أمريكا على الجمل وجهنين. طلعتوا أنتوا هلأ you were entertained by a showtime special من واحد عربي، إذا كانت تريك يعني أو It's a trick. خدعة مسموحة، خدعة مسموحة اللي هي برهنت بالآخر، وكلنا زيت الشيء، كلنا عنا زيت المشاكل، كلنا منحب أولادنا وكلنا بدنا نكره عجقة السير، وكلنا عنا زيت يعني بحس إنه تكذب علينا for سنين وسنين وسنين إنه نحنا الفارقين عن بعض. العالم كله بده نفس الشيء، بده أولاده يكونوا محميين، بده الواحد يكون مرته بتحبه وبيكون مرته وهو بحبه وفي حب، وبيكونوا كل الناس بدها تضحك. هذا كان أول حاجز ومن هونيك كملت. So continuing to break the stereotypes. هلا ما بقى حدا يقول إنه العرب إرهابيين وكذا، لأنه يا حور إحنا حضرنا واحد عربي ضحكنا أكثر من الأمريكاني. والعواطف يعني والمشاعر مشتركة بين كل الشعوب زي ما حكيت، بس كتير لفتتني الجملة اللي بلشت فيها العرض إنه ما تسأل شو البلد تبعتك بدها تقدم لك، أنت شو بتقدم لك. وإذا استعملها جي إف كي، وكان من يعتبر من أشهر الخطاب اللي أعطاها أنا بريزيدنت أمريكاني، بس هيدا انكتب من واحد لبناني. شو معناته؟ معناته واحد لبناني ترك لبنان راح على نيويورك بال 2009 بال 1914 كتب عن ثورة مصرية، اخذت هالجملة من السبيتش رايتر تبع جي اف كي، حتى لا جي اف كي عملت هال مومنت الامريكانية العظيمة، ما كانت صارت لو واحد لبناني راح على مصر رجع على امريكا والامريكان عرفوا. يعني نحن كبشر نغنى وقتا نتواصل مع بعض، هيدا كان السبب. هذا قبل السوشيال ميديا يعني، كمان قبل وسائل التواصل الاجتماعي يعني توصل هيدا يعني شيء مهم. نمر، بتخيل اليوم انت وصلت لشهرة كتير كبيرة واسمك صار بالعالم العربي، بس لابد من خلال نحكي مسيرتك الا ما تكون واجهتك يمكن صعوبات نحكي او تحديات ما بين امريكا ما بين لبنان، فشو ابرز هاي التحديات؟ تحدياتي بالشرق الاوسط، انا بلشت ستاند اب بال 99، ما كان في شيء اسمه ستاند اب كوميدي، كنت اول شخص. هيدا كان التحدي انه بدك، ما كان في روحه محل في كوميدي كلب، في هلا في العمان كوميدي كلب، وجه لهم تحيه، هني اللي منظمين الحفله كانوا اليوم وعملوا ان انكريدبل جوب، وفي اذر كوميديانز تشتغلي معهم وكذا، وقتها ما كان في. سو كنت روح على محلات انه بدي اعمل ستاند اب كوميدي، شو يعني ستاند اب كوميدي؟ كيف بدنا نساعد البطاقات؟ كيف بدنا نعمل الاضاءه؟ كيف بدنا نعمل الصوت؟ من الصفر. سو انجبرت اعمل هيدا الشيء لحالي على تقريبا 15 سنه انتل اتخذت، بس بفتخر بهالشيء، يعني هيدا التحدي علمني كثير، وبفتخر انه جبت ستاند اب كوميدي على الشرق الاوسط، هيدا يعني I'm very proud of it. وقت رحت على امريكا كان اكبر تحدي العنصريه، انه جاي انا من لبنان، مينو هيدا؟ من الشرق الاوسط، مشهور بالشرق الاوسط، واذا بيحكي انجليزي بيعرف يعني كان في هيدا بس بسرعه حطمته، لانه الحمد لله بلوس انجلوس وين رحت ما في عنصريه كثير ابدا،
يعني استعملت شهرتي بألي لانطلق من هنيك على ناس على مناطق أكثر عنصريين مثل ألاباما، ميسيسيبي، هيوستن، تكساس، هيدولي بتلاقي فيهم ايه وطلعوا هيدوليك العنصريين بحبوا العرب كتير لأنه كمان هن بحبوا يضربوا أولادهم بحبوا يعني عندهم زيت التعصب بحبوا مثلا السلاح ونحن العرب بنحب السلاح بحبوا الدين والدين جاي من عنا ما كان معهم خبر انه الدين جاي من عنا مفكرين انه مثلا يسوع جاي من نبراسكا بس اكتشفوا انه يسوع كان فلسطيني كانت لقلهم شغلي يعني بتفاجئهم بغير تفكيرهم that was the thing that was the whole point ويفكروا اني مسلم وما قلهم انه انا مسيحي يضلني احكي معهم كمسلم ويخلص الانترفيو قلهم انه انا مسيحي يقولي طب ليه ما قلت لنا قلهم لانه ما في فرق وبدي اياكم ما تحسوا انه حبيتوني لانه مسيحي لازم تعرفوا انه المسلم والمسيحي واحد بالشرق الاوسط نحن واحد وكلنا عندنا زيت الله يعني زيت الله وكل سو هيدا الشيء يعني استعملته كقوه لإلي وات وركت الحمد لله يعني نمر هلا عم نشوف في يعني موجه جديده من الكوميديين بالعالم العربي رهيب ان كان من لبنان ان كان من مصر ان كان من الاردن ايش بتعطي نصيحه للي عم بيفوتوا على مجال الستاند اب كوميدي واذا بتقدر تعطيهم هيك الطريقه اللي انت بتستعملها حتى تلاقي الجوكس تبعتك او حتى تكتب البانش لاين هيك تكون صريح معك ما في اعطيهم ادفايس لانه صرت حاضر كل الكوميديينز اللي عم بيطلعوا من هون ويعني فظيعين رهيبين they're doing great ما عندي شيء اقدر انصحهم قلهم انه والله انتوا صراحه يعني في منهم كتير انا بحضر الكليبس تبعهم اونلاين بحضر الشوز تبعهم ان بيرسون وبهنيهم لانه ما نهين ستاند اب كوميدي وكل واحد بلاقي طريقته هو كل كوميديان يعني انا اذا بخبر نكته لإلي بتضحك كتير حدا تاني بخبرها يمكن ما بتضحك صح. هي الستاند اب كوميدي ما في فورمولا كل واحد بده يلاقي الفورمولا تبعه وعم بيبرعوا بهالشيء وبالعربي اللي هو اصعب من الانجليزي بالنسبه لي انا ما بقدر بالعربي ما بضحك بالعربي الادفايس الوحيد اللي بعطيهم او الهدف اللي بعطيهم اياه للي بعدني لهلا ما عم شوف كثير منها انه انا هيدا الشو اللي عملته هون اسمه اكستريملي ان اكستريمست اللي عملته قدمته الليله هيدا بعتقد 10 شو لإلي وكل شو بصوره اتس ا سبيشال ساعه ونص بحطه اونلاين لازم يبلش يصير في اكثر من هيدا الساعه او الساعه ونص او ثلاث ارباع الساعه يصوروا يخلصوا بس يخلصوا التور تبعهم كل شيء يصوروا حطوه اونلاين لانه الكالتشر تبعنا بتكبر بالستاند اب قد ما بيكتروا هيدول لحتى يكون عندك وقت بالتاريخ انه فيك تقول بسنه 2024 نزل الكوميدي فلان او الكوميدي الفلاني سبيشال بهلا وترجعوا تقدروا تحضروا وتشوفوا كيف عم بيتقدموا هيدا مهم صح سو عم بيصير في من هيدا الشيء بس بحب هوفلي يصير في اكثر documentation يعني documentation is special يعني اشتغل على الورك تبعك او اشتغلي على الورك تبعك لان بحب دائما اقول الرجال والمراه لانه المراه هي صوتها اهم من الرجال بهذا الشيء خاصه بالشرق الاوسط وافتخروا فيه وصوروه وقدموه للعالم صح. واذا ما كان perfect it's okay قدموه وتعلموا من هالشيء وشوفوا الفيدباك ومرت الجاي لانه يلي بحاسب الكوميدي انه والله منه ذكي منه شاطر او ما عمل شغل We're evolving, so لازم نكون evolving قدام الناس وبلا ما نستحي